السرقه اللي حدثت لي في طريق مديونه. كنت فاجئ وراها نهار العيد، نهار ثاني عيد غادي نتوصل بالخبر ديال الفاجعه ديال الناس مسكين مول اس اش وخطيبته والسيده اللي كانت معاه. الحمد لله لي جوندارم كانوا دايرين جهدهم ودابا توصلوا ل 12 واحد من بينهم خمسه اللي كانوا تعرضوا لي الباليطه ديال السلعه هي باش يشيروا عليا باش طيحوني على المحكمه. اليوم جيت انايا حيت انا كان طالب حق الدره، كانوا معايا اتصالات من النهار الثاني وما معايا السلام عليكم. من بعد ما ديكلاريت انايا بالسرقه اللي حدثت لي في طريق مديونه كنت فاجئ وراها نهار العيد، نهار ثاني عيد غادي نتوصل بالخبر ديال الفاجعه ديال الموت ديال سميتو ديال السيد اللي مات مسكين مول اس اش وخطيبته والسيده اللي كانت معاهم. وهي فين ديك الساعه تاخذوا الاجراءات وبداو كيجوني اتصالات على اساس ان راه كيشدوا فيهم، وبديت كنمشي باش نتعرف عليهم. وكانوا الاجراءات الحمد لله لي جوندارم كانوا دايرين جهدهم وفاتوا ليه وداروا اللي عليهم. ودابا توصلوا ل 12 واحد من بينهم خمسه اللي كانوا تعرضوا لي انايا، كانوا تعرضوا لي نهار السبت قبل من العيد بسيمانه في رمضان. طالع انا من الخدمه انا والمدام ديالي في موتور وشيروا عليا باليطه ديال السلعه هي باش شيروا عليا باش طيحوني. طيحوني انا المدام وجاو وتهجموا عليا وضربت انا وياهم، داو لي الموتور داو لي الفلوس والحمد لله. جاوني اضرار وسميتو هنا في يدي كامله هنايا من الورك حتى لرجليه لتحت. واحد راه ضربني بالسلاح الابيض في ظهري غير الجاكيطه اللي كانت عندي جاكيطه غليظه هي اللي هزات عليا الضربه. وملي صافي ديك الساعه عرفتهم بانهم غادي يتعرضوا على المحكمه اليوم جيت انايا حيت انا كان طالب حقي باش انايا، حيت راه اي واحد تقدر ترى ليه وخاصنا نكونوا يد وحده وخاصنا نتحدوا مع بعضياتنا باش نحاربوا هذا الاجرام ونقيوا بلادنا ونزيدوا بها. كاين شلاك لي راج في طريق مديونه كامله، وانا ديك الطراجين راه كنديرها دابا خمس سنين. دابا هادي انايا ساكن في الدروه خمس سنين وانا كنديرها، ما كاينش فيها هذاك لي راج، ما ريسكي هذاك الطريق بزاف. شنو الوقت اللي تعرضتي فيه انت للعشيده؟ مع 9 ونص بالضبط ديال الليل. ديال الليل مع 9 ونص هذيك الساعه يلاه ساليت الخدمه انايا، يلاه سالينا انا والمدام ديالي سالت الخدمه حتى هي. طالعين ديك الساعه للدار عندنا هي فين ديك الساعه تعرضوا لينا وشيروا علينا وداروا داك الشيء اللي داروا. كنت انا راه كنت غادي نموت فيها، حتى انا كون كنت غادي بواحد السرعه اللي هي فائقه ولا كون كنت في شي هابطه كون كاع ما كنت في طلعه كره تاعنا يا مت كره تاعنا وطلع مع الموتور تيتقال في العقبه. اه 50 راك عارف سي 50 كيطلع لك في الطلعه مع دو بلاص كيتقال في الطلعه. استنى الله لا صراحه الدار كانوا معايا اتصالات من النهار الثاني وهما معايا اتصالات. الله يرحم لهم الوالدين. ما ننساش الخير اللي داروا معايا الدراك، التعامل اللي تعاملوا معايا. ما نكذبش الحمد لله باقي الامن عندنا. انا المطالب ديالي ان القانون ياخذ الاجراءات ديالو، والقانون راه هو اللي كيقول شحال غادي ياخذوا همايا، حيت انا ما نقدرش نقدر هذاك القانون، داكشي هو اللي كيديرو. وكنطالب ان اللي مدان واللي مذنب يتحاسب.